بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم إخواني أخواتي اليوم إن شاء الله غادي نفصل واحد القندورة أه طلبة لواحد الأخت هي هذه اللي شفتو في الصورة من قبل بسم الله وكان أعتذر للناس اللي قالوا لي كتزربي في الفيديوهات أنا كما كان أقول لكم دائما راه ما كان بغيش نطول عليكم انتوما أما أنا وخا ندير في الفيديو حتى 30 دقيقة ما عنديش مشكل غادي نطراسي توب بسم الله بالنسبه لهاد القندوره الا بغيتوها غير نصكم راه ممكن تجي حتى غير بمتر ونص ولكن كيكون لكم قصير بزاف بغيتوها المهم مهم لكم طويل شويه ممكن ديروا جوج متر ممكن جوج متر ونص على حسب نتوما فين بغيتو الطوله ديالكم صافي غادي نتراسي التوب على هذا الشكل دائما كما كنقول لكم التوب راه غادي تخيلوه على اربعه غادي نجي غادي نقاد تقويره 8 سنتيم غادي ندير هنايا ما عنديش الكتاف مثلا هذه هي النقطه تاع الكتاف مثلا غتكون فيها 20 سنتيم غادي تشوفوا نتوما شحال بغيتو تزيدوا ال 20 سنتيم راه كتجي فوق العظم ديال الكتف نتوما واش بغيتو الكم قصيور ممكن تزيدوا 20 سنتيم 30 36 حتى ل 40 اللي بغيتو اي حاجه بغيتوها هي فين غادي تراسيو انا غادي نجيب حتى للراس غادي ندير في التقويره تاع الخلف جوج سنتيم غادي نقادها هنايا غادي نهبط بخمسة سنتيم في اخر الثوب لا حقيتاش ما عنديش هنايا آه تطيحه تاع الكتف ما عنديش الكتف عندي كما قلت لكم ممكن تجيكم القندوره حد هنايا الفوق اولا عند المرفق اولا شويه هابطه حتى لهنا نتوما واللي بغيتو هذه قصيره اللي بغات الاخت قصيره غادي نجيب السطيره من عند 8 سنتيم لعند اخر الثوب هنايا غادي نخلي 20 سنتيم او 22 على حسب كما قلت لكم واش خليتوها الفوق راه الفوق شويه كيكون كي عامر اولا هنايا لتحت نتوما غادي تخليو داكشي اللي, تخلي اللي بغيتو انا مثلا غادي ندير 22 سنتيم غادي ندخل هنايا بخمسة سنتيم وغادي نهبط ب 5 سنتيم وغادي نجيب هذاك البيستولي باش كنقاد الايفازي وغادي نجي هكذا دايره لعند هنايا صافي وكن ناخذ العرض اللي بغيت في, في الجلايله عاوتاني وكن هبط على هذا الشكل يعني هي سهله ما فيهاش بزاف تاع تعقيدات والتقويره ديالي هذه درت 6 سنتيم تقويره الامل غادي ندير انا 12 سنتيم نتوما ممكن ديروا اللي بغيتو واش بغيتوها آه واسعه شويه بغيتوها كولفي اولا بغيتوها كول داير مجموعه صافي وكنقادوها على هذا الشكل دابا غادي نطراسي لكم على الورق هذا هو الطول كيكون عندنا في الثوب كنطويوه على هذا الشكل على العرض دائما الثوب ديالنا كيتطوى على العرض غنطويو على جوج ونعاودو نطويوه على اربعه على هذا الشكل بغيت كنوريكم على الورق غير باش تفهموا منين نبغي نقطع غادي ناخذ 8 سنتيم ديالي ديال التقويره و 2 سنتيم غادي نقطعها غادي ناخذ 12 سنتيم ديال التقويره ديال الامام وهنايا غادي نهبط ب 5 سنتيم غادي نسطرها لعند 8 سنتيم كما درت في الكتاب هنايا درت 22 سنتيم دخلت بخمسة 5 وهبط بخمسة 5 شوفو شوفوا ملي غادي نقاد هاد الدوره راه ما غاديش نوصل هذيك النقطه باش دخلت هذه راه درتها غير باش نعرف هي هذه غير باش نعرف منين نهبط بالخمسه الاخرى صافي وكنقاد كناخذ العرض اللي بغيت في القندوره ديالي وكنسطرها بالنسبه للطول دائما راه كيكون يا اما هو هذاك يا اما شيطا غير شي 4 ولا 5 سنتيم ما كتكونش طويله بزاف ملي كنطوي الثوب على 4 دابا غادي نقطع لكم الثوب غادي نجيبو التقطاع من هنايا من الاسفل وغادي ندور بهذا الشكل ودائما كنطراسيو من الجهه المسدوده هذه هي الجهه المسدوده هي منين بدينا كنطراسيو وحنا غاديين هنا هاد البلاصه نسيت نقطع لكم باش تبان هاد البلاصه راه كما ما كتكون مسدوده وكما ما مفتوحه كنحلوها بحال هكذا غادي نحيدو التقويره تاع الخلف وكنحيدو الخلف باش نقورو الامام بحال الشكل تاع الثوب صافي هذه هي القندوره ديالنا كتجي على هذا الشكل نتوما كما كتشوفوا غادي نعاود لكم على الجهه الاخرى باش تبان كما كتشوفوا يعني سهلة ما فيهاش شي حاجه كثيره نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون جاكم سهل في الشرح ويجيكم ان شاء الله سهل حتى في التطبيق غير ما تخافوش اي حاجه بغيتو ديروها غير تراسي وعاودوا الفيديو تفرجوا مزيان نتوما كتفرجوا نتوما كتراسيو وان شاء الله وما تعلموش في شي حاجه اللي اللي جديده ما تعلموش في توب جديد يعني كيكونوا عندنا بيجامات قدام اولا شي حاجه شي توب قديم هو اللي غادي ندربو فيه نقادوها لشي بنيه صغيره وديك ساعات عاد باش نديروا شي وحده بثوب جديد وتكون كبيره وكما قلت لكم راه سهلة راه ما فيهاش شي حاجه كثيره نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ما من دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله